تستمر جهود الإغاثة العربية مع استمرار التصعيد بين حزب الله وإسرائيل. جسر جوي جديد يضاف إلى الجسور التي بدأتها الإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن ودول أوروبية، وهذه المرة من المملكة العربية السعودية التي أطلقت جسراً جوياً لمساعدة لبنان والنازحين في هذه الأزمة. هذا الجسر الجوي سوف يتوالى طيلة الأيام القادمة، وهناك أكثر من 350 طن من المواد الإغاثية والطبية والمستلزمات التي تساعد على تقديم هذه المساندة في هذا الوقت الصعب. أطنان المساعدات تتوالى من دول عربية وأوروبية على مدار الأسابيع الماضية، ومع ارتفاع أعداد النازحين واقتراب فصل الشتاء يبقى التحدي أمام الدولة اللبنانية تأمين مستلزمات يحتاجها النازحون في مراكز الإيواء. عم يجي أطنان من الأمور الطبية والإغاثية والغذائية، ودائما عم يكون في نقاش نحن وياهم للحاجات وين ممكن نسكرها. عندنا أكيد تحدي كبير هلا الشتاء، فعم نناقش نحن والدول العربية الشقيقة إنه عملية دعم الأهالي النازحين بفترة الشتاء، لأنه واضح أنه نحن سندخل الشتاء والناس بعدها بالنزوح أو بمراكز الإيواء. أولى الطائرات السعودية حملت 46 حاوية من مختلف المساعدات كالخيم والمستلزمات الطبية وحقيبة منزلية تحوي أدوات للطبخ وخيم بالإضافة إلى المواد الغذائية. 350 طنا من المساعدات من المملكة العربية السعودية بدأت بالوصول إلى لبنان، لكن التحدي الأكبر بالنسبة للبنان ولجنة الطوارئ هي تأمين الاحتياجات لموسم الشتاء الذي يتوقع أن يبقى خلاله النازحون في مراكز الإيواء. ليلى خليل، الغد، بيروت.